قمنا بابتكار تطبيق يساعد الناس في الاهتمام بهذه المجالات والعودة لأصلها وتاريخها وتراثها. لذلك ابتكرنا تطبيقنا، وهذه التقنية هي تقنية تعرف على الشهداء. يعني أي شاهد توجه له الكاميرا راح يبدأ ديريكت يخرج نافذة منبثقة تاعو، توجه لأي لوحة واللوحة هذيك راح تبدا تتحدث، ولا الشاهد يبدا يتحدث ويقول لك شكون هو واش دار والعمل تاعو، وممكن حتى يمد نصيحة للشباب ولا للكبير والصغير. بدينا بزوز افكار. الفكرة الاولى انك توجه الكاميرا نحو الشاهد وتشوفو من الكاميرا باللي راهو يتحدث. الفكرة الثانية انك كي توجه ديريكت الكاميرا للشاهد راح تخرج لك نافذة منبثقة المعلومات تاع الشهيد وجدار الشهيد تاعو والحياة تاعو والاستشهاد تاعو.